نتكلم في 13 ل 16 يوم. تعال نشوف سيمبا بيستعد ازاي، سيمبا نقاط القوه نقاط الضعف. احنا دلوقتي عن طريق زوم معانا الكابتن اسلام عبد المحسن، محلل اداء سيمبا التنزاني السابق، واللي كان موجود مع المدرب روبرتينيو، اللي كان موجود مع سيمبا وقت المشاركه اثناء السوبر ليج، دوري السوبر الافريقي، لان حاليا طبعا في جهاز فني جديد بقياده عبد الحق بن شيخه. بالتاكيد معانا هو دلوقتي من خلال تقنيه الزوم كابتن اسلام عبد المحسن. كابتن اسلام، برحب بيك في البدايه عبر شاشه قناه الاهلي، وفي ضيافتي بالتاكيد الكابتن ماهر همام، ومعنا بالتاكيد الكابتن اسامه حسني. وعايزين نعرف منك بقى فريق سيمبا التنزاني فيما قبل المرحله عبد الحق بن شيخه، واكيد في الفتره الحاليه، شايفه ازاي؟ وانت كمحلل اداء كنت بتحضره ازاي لمباريات الاهلي؟ وايه الاختلاف اللي ممكن يتم في مباراه سيمبا القادمه عما كانت المباراه السابقه في السوبر ليج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا انا مبسوط ان انا موجود معاكم في قناه النادي الاهلي، وكل سنه طبعا وحضراتكم طيبين وجمهور النادي الاهلي كله بخير، ويعود علينا الايام بخير يا رب يا رب. بالنسبه للمباراه، طبعا المباراة الأولى اللي كانت في السوبر ليج هتكون مختلفة تماما عن المباراة الحالية. المباراة الأولى المدرب يمكن كان عنده بعض الأفكار الهجومية بشكل كبير، كان فاتح الملعب بشكل كبير جدا، ودي سببت مشاكل لسيمبا في المباراة الأولى. لو حضرتك تفتكر المباراة الأولى كان ممكن أول نص ساعة الماتش يخلص 3-4 للنادي الأهلي. النادي الأهلي ضيع كتير جدا في بداية المباراة، راح انفرادات كتير قوي في ربع ساعة أو تلت ساعة عن طريق رضا سليم وبيرسي تاو، الأهلي ضيع كتير الماتش ده. لكن عبد الحق بن شيخة من خلال فرجتي على الماتشات في الفترة الأخيرة، أكتر من 4-5 ماتشات، هو شكله منظم أكتر من روبرتينيو. طيب اسلام، برضه عايز اسالك على فكره التحضير لمباريات الاهلي، وانت راجل يعني ليك يعني دور كمحلل اداء مصري وبتعمل في فريق سيمبا، هل ده كان بيساعدك اكتر انك تقدم المشوره للجهاز الفني السابق؟ كنت بتركز على ايه؟ وبرضه عايز اعرف منك سيمبا حاليا شايفه ازاي؟ مستواه تطور ازاي؟ طبعا بالنسبه لتحضير المباريات، لما بتحضر مباراه لفرقه انت عندك عدد ماتشات كتير اتفرجت عليها، الموضوع بيكون مختلف، عكس لما بتكون محضر لفرقه في مباراتين ثلاثه بس. فالامور بتكون واضحه طبعا في مباراتين ثلاثه، لكن انا بتكلم لما بيكون انت دارس الفريق ده وشفته بشكل كبير زي النادي الاهلي. انا كراجل بتفرج طبعا على الدوري المصري، بتفرج على النادي الاهلي كتير، فاخر موسمين او ثلاثه او من ساعه مثلا ما مستر كولر تولى المهمه، انا يعتبر اتفرجت على كل ماتشات النادي الاهلي. فالفرجه على عدد كبير من الماتشات، وان انت تدرس خصم عنده كواليتي عالي وليه طريقه لعب واضحه وعنده مدرب عنده افكار وفرقه كبيره زي النادي الاهلي، بتكون الموضوع اسهل شويه عن لما تدرس فرقه ما عندهاش شكل واضح، لان ما عندهاش كواليتي لعيبه عاليه، وما بيبقاش متوفر عدد مباريات كتير ان انت تقدر ان انت تدرس الفرقه دي. طيب الحالات معاك هي اللي انت محضرها لنا عشان نشوفك انت وانت مع سيمبا كنت ازاي تذاكر الاهلي وازاي بتتكلم عن نقاط القوه والضعف. اتفضل، معاك الضغط العالي في البدايه، اول حالات اهي. طيب انا الزوم عندي مش واضح. طب اتكلم على الحالات بالترتيب. ممكن تشرح حتى لو الحالات مش قدامك، ممكن تتكلم عن يعني الوضعيه الفنيه لسيمبا في بدايه المباراه، ممكن شكل المباراه مع النادي الاهلي وهو معاه كوره في التحضير، او حتى والنادي الاهلي بيحضر ممكن يبقى شكل سيمبا ازاي في النواحي الفنيه. هبدأ بالضغط أول حاجة لسيمبا. سيمبا دايما على ملعبه، أنا هتكلم على بناء على الماتش بتاع سيمبا ضد النادي الأهلي في السوبر ليج في المباراة الأولى في تنزانيا، وآخر مباراتين في دوري الأبطال ضد الوداد وضد جالاكسي. تمام. دايما هو الشكل العام بتاع سيمبا، دايما بيضغط بالاثنين، هو بيلعب 4-4-2 أو 4-1-4-1 على حسب الفريق اللي هو بيلعبه، لكن اعتقد في مباراه النادي الاهلي هو هيبدا 4-4-2 زي ما بدا في مباراه الوداد. لان اقرب مثال للشكل بتاع النادي الاهلي هو الوداد، ده اقوى فريق لعبه سيمبا الفتره الاخيره، وقدر ان هو يفوز عليه في تنزانيا 2-0. سيمبا كسب 2-0. سيمبا ممكن يبدا قدام الاهلي 4-4-2. هيبدا طبعا ضغط عالي، ده اسلوب لعبهم حتى مع المدرب القديم، او بقالهم اكتر من سنتين ثلاثه الشكل العام بتاع سيمبا دايما في بيعتمد على الضغط العالي. هتلاقي الضغط العالي بيبدا من الاثنين المهاجمين، هيضغطوا على الاثنين السنتر باك بتوع الاهلي
سواء رامي ربيعه او محمد عبد المنعم، وهتلاقي الاثنين الوينجرز بتوعهم هم قافلين الباص عند علي معلول، والناحيه الثانيه سواء اكرم او محمد هاني، وفي لعيب غالبا بيكون نجومه لاعب الارتكاز بيطلع هو اللي يضغط على المحور بتاع الاهلي اللي هو غالبا هيكون مروان عطيه. فطريقه الضغط بتاعتهم دايما بتكون مان تو مان في الخط الاول من الملعب اللي هو الضغط العالي، هتلاقي مان تو مان اكتر. لكن دايما في قاعده ان الضغط العالي لازم طالما انت بتضغط من اعلى حته في الملعب ان خط النص بيرحل وخط الدفاع كله بيرحل، فبيبقى خط الدفاع على الدايره بتاعت نص الملعب كله. لكن سيمبا دي احدى مشاكلها في الضغط، ان وانت بتضغط عالي لا خط دفاع سيمبا بيكون متراجع كتير قوي، فبيكون في مساحه كبيره جدا بين الخطوط يقدر النادي الاهلي يستغل المساحه دي. وكان في حالات كنت محضرها على ده في ماتش الاهلي وسيمبا اللي احنا لعبناه، الكره لما بتطلع من الشناوي سواء على الطرف اليمين او على الطرف الشمال كلهم بيرحلوا في جهه الكره، بنلاقي نص الملعب كله فاضي، فديانج او قفشه كان بيقدروا ان هم يستلموا في مساحات كبيره جدا، يقدروا ان هم يطلعوا بالكره على الطرف من نص الملعب بتاع الاهلي للطرف، فبنلاقي دايما كان رضا سليم او بيرسي تاو دايما في مواجهه واحد على واحد مع الظهير بتاع سيمبا. تمام، انا بس عايز اسالك سؤال يا كابتن اسلام، النهارده المواجهه هتكون في دور الثمانيه، اكيد مختلفه عن دور المجموعات. النهارده المواجهه واحنا عارفين عبد الحق بن شيخه هو مدرب متمرس في افريقيا، مدرب ايضا متحفظ النواحي الدفاعيه، بيقدر يقفل خطوط، هل ممكن نشوف سيمبا بيفتح خطوطه من الاول وبيعمل ضغط عالي، ولا انت النهارده انت بتعمل حسابات عندك ماتشين ذهاب وعوده ممكن الامور تختلف؟ لا لا، انا اعتقد ان هو هيبقى في بدايه الماتش هيضغط من نص الملعب، مش هيضغط ضغط عالي من بدايه الماتش. أيوة. لان زي ما حضرتك قلت ان هو متحفظ شويه. اولا هو متمرس، راجل واخد القدريه مع اتحاد العاصمه، ورقم واحد وده اهم، لما بيكون مدرب عربي بيبقى عارف حجم وقيمه النادي الاهلي هيقدر ان هو يلعب ازاي، عكس لما بيكون مدرب اجنبي شويه بيبقى انت عارف المدربين الاجانب عنده فلسفه ما بيغيرهاش، لكن المدرب العربي خاصه لما بيجي يلعب قدام النادي الاهلي بيضطر ان هو يغير الشكل بتاعه، حتى لو هو عنده شكل ثابت مع الفريق لا بيضطر ان هو يغيره، لان هو عارف حجم قدرات كمان لعيبه النادي الاهلي. فاظن ان هو في المباراه دي ما يقدرش ان هو يضغط عالي من بدايه الماتش، خاصه ان هو اكيد هيكون دارس النادي الاهلي بشكل كويس. اتفضل يا حبيبي. طيب ايه افضل توقيت ممكن سيمبا يلعب فيه مع الاهلي؟ يعني المعلومات اللي عندنا ان الاهلي وسيمبا غالبا في تنزانيا خلاص الكفا هيحدد المباراه الساعه 9، انت عشت مع سيمبا اجواء كتيره هناك، ليه كانوا دايما بيختاروا اللعب في فتره العصر؟ هل كان رؤيه فنيه ولا كان الموضوع جاي من خلال الاداره؟ اعتقد دي فرصه نعرفها منك يا اسلام بشكل مباشر، كان دايما الكلام بيتقال ولكن مش بمعلومات مؤكده، انت عشت الاحداث دي وكنت متواجد في نادي سيمبا، هل ده بيبقى امر فني ولا الامر متعلق بالاداره؟ طيب الو اسلام سامعني؟ طيب في مشكله. طب واضح ان في مشكله في انا ارد على السؤال. اهو وصل اسلام. سامعني يا اسلام؟ سامع حضرتك كويس جدا. طيب تعليقك بقى على السؤال في التوقيت ده. عد للسؤال. دايما الانديه خاصه في افريقيا لما بتيجي تلعب النادي الاهلي هم عارفين ان اصعب توقيت يلعبوا النادي الاهلي فيه هو الساعة 3 أو في وقت العصر. قبل القرعة بتاعة دوري الأبطال أنا كنت أتمنى رقم واحد إن احنا نلاعب الترجي. يمكن الترجي هو الفرقة بالنسبة لي من وجهة نظري بعد ما اتفرجت على عدد الماتشات للترجي ومازيمبي وسيمبا، الترجي هو أقل فنياً، وكمان الترجي هيلاعبك في التوقيت اللي النادي الأهلي بيقدر إن هو يلعب فيه ويأدي بشكل كويس. عكس سيمبا وعكس مازيمبي، حضرتك عارف الأجواء في ملعب مازيمبي بتكون عاملة إزاي الساعة 3 العصر، مع كمان إحنا عارفين إن في بعض المشاكل التحكيمية الواضحة في الملعب بتاع مازيمبي، وسمعنا قصة رشاوي قبل كده ومواضيع كتير جداً، ونفتكر قبل كده كسبوا الترجي 5-1 أو 5-0 في نهائي 2010، فأنا كنت شايف إن أفضل مواجهة للنادي الأهلي يلعب فيها في البطوله كانت مع الترجي. لكن ارجع لسؤال حضرتك، دايما الانديه في افريقيا بتلاعب النادي الاهلي في التوقيت ده لان هم بيبقوا عارفين ان احنا هنا دايما بنلعب بالليل والاجواء في مصر طبعا كويسه، فبيحاولوا ان هم يضغطوا عليك ده عشان يقدروا ان هم يوصلوا بافضل نتيجه. اكيد. اسلام احنا بنشكرك بالتاكيد، يعني تحليل شافي ووافي ازاي سيمبا كان بيستعد للاهلي، المقارنه ما بين سيمبا سابقا وسيمبا حاليا. كابتن ماهر، يعني تعليقك على محلل اداء فريق سيمبا مصري اشتغل مع
روبرتينيو مدرب سابق شايف فريق الاهلي بشكل كويس. فكره تحليل الاداء وفكره ان المباراه القادمه بتتقرر بعد اقل من حوالي شهرين ثلاثه.